فقره وقت التشييد. لحد دلوقتي احنا بنتكلم عن الاستراكشر اوف ماثر وهو الشابتر رقم واحد في كورس البيزك دنتال ماتيريال. وقلنا ليه بدانا الشابتر ليه بدانا المنهج بحاجه زي كده وايه انعكاس ده على المواد اللي احنا بنستخدمها عندنا في طب الاسنان، وفهمنا معنى الفيزيكال والميكانيكال والكيميكال بروبرتي، وقلنا ان ده بينعكس عندي في ايه، وقلنا ليه اصلا بدرسه، واتكلمنا كمان عن الفاكتور اللي بتتحكم فيه هذه الخصائص الخمسه اللي احنا بنناقشهم من بدايه المحاضرات اللي بدانا فيها الكورس ده. اتكلمنا عن اول فاكتور فيهم الستراكشر اوف اتومز، اتكلمنا كمان عن تايب اوف بوندنج، وكمان اتكلمنا عن الاتوميك الانتر اتوميك ديستانس. دلوقتي هنتكلم على الارينجمنت، المانر اوف ارينجمنت. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ يقول لحضرتك يا دكتور وبكل بساطه انا عندي اي الماتيريال بتاعتنا اللي هي السوليد تحديدا، احنا مش هنتكلم هنا لا عن الليكويد ولا عن الجاز، احنا هنتكلم عن السوليد الصلب. المواد احنا قلنا المواد الصلبه دي بيحصل فيها ايه، ان الانتر اتوميك ديستانس بتاعها عالي ولا قليل؟ لا قليل جدا. والروابط بتاعتها قويه ولا ضعيفه؟ لا قويه جدا. والذرات قريبه جدا من بعضها ولا بعيده عن بعضها؟ لا قريبه جدا من بعضها، صح كده. وعندها انرجي عاليه ولا انرجي قليله؟ لا عندها انرجي قليله. كسوليد بشكل عام عندها انرجي قليله مقارنه بالليكويد ومقارنه بالجاز. اتفقنا كده؟ اتفقنا. طيب السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، السوليد دي الاتومز بتترتب ازاي؟ الاتومز بتترص ازاي؟ يعني ايه الاتومز؟ مش فاهم يعني. ما هو الاتوم جنب اتوم جنب اتوم طايرين في الهواء نايمين كده بالعرض واقفين على راسهم عاملين ايه بالظبط؟ يقول لك انا عندي نوعين من الرص. النوع الاولاني حاجه اسمها الكريستالاين سوليد او الكريستالاين ستراكشر، والنوع الثاني اسمه الامورفس ستراكشر او الامورفس سوليد. ايه الفرق بين الاثنين وبعض؟ الكريستالاين سوليد الذرات فيه مترتبه ترتيب منظم ومرتب ومكرر، يعني تلاقي فيه نمط معين بيتكرر بشكل دائم. من شويه كده دكاتره انا جبت لكم الشكل ده وقلت لكم ان ده هو الكريستالاين ستراكشر، كريستالاين ستراكشر او الترتيب الذرات في شكل منظم، صح؟ ده بنسميه اليونت سيل. يعني ايه الكلام ده دكتور؟ مش فاهمين، هفهمك اصبر عليا. بص يا دكتور ببساطه شديده جدا احنا عندنا المركب بتاعنا ده هو يحتوي على الملايين من الذرات، ملايين، عدد لا باس به، عدد ما شاء الله حدث ولا حرج. الذرات دي بتترص جنب بعضها جنب بعضها جنب بعضها، لما جينا ندرس الشكل بنلاقيها مرصوصه برصه وبشكل معين. الشكل ده احنا هندرسه مع بعض دلوقتي حالا. اي مكان الشكل ده، سيبك من الشكل ده، المهم ان احنا بنجد ان الشكل ده بيتكرر بشكل دائم. يعني تلاقي ذرات مرصوصه على شكل مربع او على شكل مكعب او على شكل مسدس، او مش مسدس صوت، لا شكل سداسي، او على شكل دائري. المهم ان هي مرصوصه برصه، والرصه دي عماله تتكرر 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 زي صينيه الكحكه كده، كل كحكه فيها لها نفس الشكل. فالكحكه الوحيده بنسميها اليونت سيل، ابسط وحده بتتكرر كل شويه بنسميها اليونت سيل. فتاني انا عندي المركبات اللي هي السوليد عندها نوعين من الرصه، اما ان هي تترص في شكل منظم مكرر بشكل دائم، مربع مثلث مكعب مستطيل، المهم ان الشكل بيتكرر بشكل متكرر. يعني انا بوضح لكم الصوره وبقربها لكم لاذهانكم، بيتكرر بشكل دائم، او مرصوصه برصه تانية خالص امورفس. يعني مفيش دي واحده دي واحده، الامورفس ده بيبقى عامل ازاي؟ واحده واقفه هنا، واحده واقفه هنا، واحده واقفه هنا، واحده قريبه شويه، واحده بعيده شويه، امورفس اللي هو مفيش شكل دائم، مفيش حاجه مقرره، ده بنسميه الامورفس ستراكشر. يبقى انا عندي صورتين يا دكاتره، الصوره الاولانيه اسمها الكريستالاين ستراكشر، دي الصوره الاولى اسمها الكريستالاين ستراكشر، الصوره الثانيه اسمها الامورفس ستراكشر. الامورفس ستراكشر ايه الفرق بين ده وده؟ الكريستالاين ستراكشر بيكون منظم ومرتب وفيه ريجولار باترن وبيحصل له ريبيشن، يعني بيتكرر. اما الامورفس مفيش فيه اي ريجولاريتي، مفيش فيه اي ريبيشن، مفيش فيه اي تنظيم، مفيش اي حاجه، الذرات بشكل عشوائي تمام. السؤال اللي بيطرح نفسه، لما كنت بقارن لك بين السوليد وبين الجاز وبين السوليد وبين الليكويد، كنت بقول لك ان الاتوم في السوليد ايا كان نوعه، ما ضربت ساعتها ما كلمتكش هو كريستالاين ولا امورفس، قلت لك ايا كان نوعه طالما هو سوليد فالذرات فيه قريبه جدا من بعضها وضحت بجزء من طاقتها عشان ترتبط ببعضها، صح؟ اكتر، فطاقتها اقل من الليكويد وطاقتها اقل من الجاز، اقل بكتير جدا. طب السؤال دلوقتي، لو انا هقارن ما بين الكريستالاين وما بين الامورفس، وعايز اقول لك مين فيهم اللي ذراته مرتبه عن الثاني الكريستالاين، مين اللي فيهم ذراته قريبه من الثاني الكريستالاين، مين فيهم اللي ذراته عندها طاقه اقل من الثاني الكريستالاين، مين فيهم اللي ذراته عنده طاقه اعلى من الثاني الامورفس؟ ليه؟ مش احنا اتفقنا على ان مبدا الطاقه ده بيستهلك في التنظيم والترتيب؟ اه، لما كنت بكلمك عن السوليد والليكويد كنت بقول لك السوليد اقل من الليكويد عشان منظم اكتر عنه. طب السوليد نفسه فيه نوعين، نوع منظم ونوع مش منظم. المنظم الانرجي فيه بتبقى اقل، الطاقه بتاعه الذرات بتاعته اقل، ليه؟ ان استهلاكتها في التنظيم. بنفس الفكره بنفس الطريقه. فاحنا دلوقتي هنقعد ندرس مع بعض الكريستالاين، ونقعد ندرس انواعه اشكال الاشكال بتاعته، وبعد كده هندرس الامورفس مع بعض. احنا كده شرحنا السلايد دي بالانرجي بكل تفاصيلها. تعالى بقى السوبر كولد ليكويد دي هرجع لها كمان شويه.
ما تستعجلوش الكلمة دي هفسرها لكم كمان شوية. المهم بصوا يا دكاترة، الصورة اللي على الدور دي او السلايد اللي على الدور دي مقارنة ما بين الكريستالين والامورفوس. هنا عنده حاجة اسمها، عنده هنا حاجة اسمها يا دكاترة، حاجة اسمها اليونت سيل. عنده ريجولار يونت سيل. يعني ايه ريجولار يونت سيل؟ يعني شكل اليونت سيل اللي هي الكحكية اللي بتتكرر، اللي انا قلت لكم عليها، الشكل اللي احنا جبناه من شويه، بيتكرر with repetition. regular unit cell يعني شكل منظم مرتب ومكرر. هنا no regular unit cell، مفيش عندي unit cell. تمام تمام. طيب الحاجه الثانيه عنده low internal energy، مش احنا اتفقنا اللي هو طاقه الذرات قال، هنا عنده high internal energy. تمام تمام. انا قلت لكم على النقطتين دول. النقطه الثالثه لسه ما قلتلكوش عليها، هنا عنده حاجه اسمها ديفينيت ميلتنج تمبريتشر. يعني ايه ديفينيت ميلتنج تمبريتشر؟ يعني رقم معين يدوب عنده. يعني الكريستالين سوليد ده لما تجيب ماده وانت عارف ان هي كريستالين، تحطها على النار وتسخن وتقيد عليها النار وتسيبها تسخن تسخن تسخن، عند درجه حراره معينه بتنصهر. عند درجه حراره معينه بتنصهر. طيب امال ده بيحصل فيه ايه؟ يقول لك لا ده ما عندوش نو ديفينيت ميلتنج تمبريتشر، امال عنده ايه؟ عنده بيحصل له جرادوال سوفنينج. يعني ايه جرادوال سوفنينج يا دكتور؟ يعني بي 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 عارفين انتوا مثلا لما تحط حاجه على النار فتلاقيها بتسيح، مش بتنصهر عند درجه حراره معينه، لا بتسيح. يعني تلاقيها بتتمط كده شويه، إيه تتمط، يعني لما تيجي تمسكها بعد شويه تلاقيها تحس ان هي بتطول بتتمدد، وبعد شويه تسيح، وبعد شويه تبقى سوفت خالص، وبعد كده تنصهر. لكن ده بينصهر عند درجة، يفضل ماسك نفسه ماسك نفسه ماسك نفسه عند درجة حرارة معينة ينصهر. لكن ده أول ما تسخن عليه النار بالتدريج تلاقيه يبدأ يسيب من بعضه يسيب من بعضه يسيب من بعضه يسيب من بعضه، يحصل له جرادوال سوفنينج 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 لحد ما يوصل لمرحلة الانصهار الكامل ده. فاهمين؟ فده فرق بين دي الفروقات الثلاثة ما بين الكريستالين سوليد والأمورفس سوليد. يبقى أنا عندي ثلاث فروقات. الفرق الأولاني في هنا يونت سيل ريجولار باترن واند ريبيشن، بيتكرر ومنظم ومرتب. هنا مفيش يونت سيل، مفيش تكرار، مفيش ترتيب. هنا لو انترنال انرجي، هاي انترنال انرجي. هنا ديفينيت، ديفينيت يعني رقم ثابت. ديفينيت ميلتنج تمبريتشر، هنا رينج رقم بقى، ما يعني رينج يعني مش عند رقم معين، لا عند مجموعه ارقام. يبدا يحصل له جرادوال سوفنينج عند درجه ما تسخنه، يقول لك عند درجه حراره 30 يبدا يطرى معاك ويفضل لحد درجه 70 لغايه لما ينصهر. جرادوال سوفنينج. والعكس بالعكس، لو هو كان لو كان هو مولتن، يعني هو منصهر، لو انا جبت حاجه منصهره وبردها بردها 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 الكريستالين سوليد، واثناء التبريد عند درجه حراره معينه يتجمد، يفضل ماسك نفسه ماسك نفسه ماسك نفسه عند درجه حراره معينه يقوم يتجمد. لكن ده الامورفس ده يعمل ايه؟ يتجمد بالتدريج، يبدا يمسك نفسه شويه يمسك نفسه شويه، يعني لسه حته صلبه حته او هكذا، يمسك نفسه شويه يمسك نفسه شويه، حد بقى ايه بالتدريج خالص لما يمسك نفسه خالص ويبقى هارد خالص. يعني بيحصل له سوفنينج جرادولي وبيحصل له هاردنينج جرادولي. سوفنينج جرادولي اون هيتنج، وهاردنينج هاردنينج يعني تصلب جرادولي اون كولينج. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب طيب امال ايه يا دكتور الكلمه دي؟ في كلمه كده احنا شايفينها، بيقول ايه مكتوب هنا؟ انت قلت لنا ان الامورفس ده نو ريجولار باترن، مفيش حاجه بتتكرر، بس احيانا يقول لك ايه بط، احيانا مي هاف، مي مي يعني تفيد الشك، يعني مي هاف شورت رينج اوف ارينجمنت. يعني ايه الكلام ده؟ يقول لك هي الذرات بعيد عن بعضها ومش مرتبه وغريبه كده ومن بعضها، بس احيانا كده ممكن تلاقي ثلاث ذرات عاملين ايه مثلث، وثلاث ذرات هناك كده عاملين برضو نفس الشكل. يعني بيقول لك احيانا احيانا في وسط العشوائيه ده تلاقي حته مرتبه، مش كله مرتب، احيانا بنسميه شورت رينج اوف ارينجمنت. شورت رينج اوف ارينجمنت هي دي الكلمه اللي انتوا شفتوها من شويه اسمها سوبر كولد ليكويد. ايه الكلام التقيل ده؟ مش تقيل ولا حاجه، كل حاجه لما تتفهم خفيفه، كل حاجه لما تتفهم ايه خفيفه. وما تخلوش حد يضحك عليكم، عشان في ناس ما بتحبش تفهم. في طلبه على فكره، والله على فكره والله انا بقول لكم الكلام ده وانا يعني اللي عايز يعاركني يعاركني. في طلبه ما بتحبش تفهم، تحبش تفهم، ولما تيجي تنصحها يقول لك لا يا عم هو الموضوع كده يعني كده، ويتعدى بقى الامر ان هي مش عايزه تفهم، ان مش عايزه حد غيرها يفهم. ده احيانا بيحصل، تلاقي دكتور تقول له يا فندم في كورس على اليوتيوب ادخل شوف، يقول لك لا يا عم كورس ايه وبتاع ما اعرفش ايه، ده الموضوع بسيط جدا ده يتلم بسرعه، هو احنا مش محتاجين نفهم الا الموضوع ده وما اعرفش ايه. انا هنا مش بكلمك عن زنقه الامتحان بقى وما عندكش وقت، دي حاجه ثانيه، بكلمك عن شكل عام، انت معاك وقت وتقدر تستفيد من وقتك في حاجه مفيده. لك يا عم الموضوع بسيط ما اعرفش ايه، تقول له طب بس انا اروح، انا يقول لك لا يا تروح ايه يا عم وبتاع، بس احنا هنلمها مثلا، اللي هو يعني تلاقي مثلا، وده بتشوفوه في حياتك اليوميه في كل حاجه. انا بعمل حاجه صح، حد بيعمل حاجه غلط تلاقيه عايز يعمل غلط ده زي، عايز نعمل الغلط زيه. يعني هو بغض النظر هو مقتنع بيه او لا، بغض النظر هو عايز يأذيني ولا لا، بس هو مش عايز حد احسن منه. في ناس كده، فيعني ما تخليش حد يضحك عليك في النهايه. المهم
احنا عرفنا المقارنه. تعال نرجع للكلمه الجميله اللي احنا قلناها من شويه دي اسمها سوبر كولد ليكويد اللي انتوا شفتوها هنا كده. الكلمه دي اسمها سوبر كولد ليكويد. ايه كلمه سوبر كولد ليكويد دي يا دكتور؟ مش انا بقول لك ان الامورفس ده الذرات ما فيش فيها يونت سيل، ما فيش فيها ريجولار باترن، ما فيش فيها ريبيشن، ما فيش فيها اي تنظيم ولا تكرار؟ اه قلنا احيانا يكون في شورت رينج اوف ارينجمنت. اه شورت رينج اوف ارينجمنت ده بنقول عليه سوبر كولد ليكويد. ليه؟ لان الليكويد اللي هو الميه مثلا على سبيل المثال بيكون فيها الشورت رينج اوف ارينجمنت ده، فسموه يعني الكلمه دي يعني اقتداءا بالليكويد، لان الليكويد شويه بيبقى امورفس وبيبقى فيه شويه شورت ارينجمنت كده، فيقول لك الامورفس اللي شبه ده بنسميه سوبر كولد ليكويد. يبقى ايه مدلول كلمه سوبر كولد ليكويد؟ ان انا عندي امورفس سوليد ما عندوش اي سبيسيفيك فورم، ما عندوش اي سبيسيفيك باترن، ما عندوش اي ريجولار فورم، ما عندوش يونت سيل، ما عندوش ريبيشن، ما عندوش تنظيم، ولكن احيانا بيكون في شورت رينج اوف ارينجمنت بنسميه السوبر كولد ليكويد. كده احنا عرفنا المقارنه ما بين الامورفس سوليد والكريستال سوليد. اه تعال ندخل بقى هندرس مع بعض الكريستال سوليد، كريستالاين سوليد. وانا مش عايزك تخاف، الموضوع بسيط جدا وسهل. احنا عايزين نتفق على شويه مسميات مع بعض عشان تفهم كل حاجه بسهوله خالص. احنا اتفقنا ان الكريستالاين سوليد ده منظم ومرتب ولا مش منظم ومرتب؟ اه منظم ومرتب. عنده ليست انرجي ولا عنده هاي انرجي؟ ليست انرجي. عنده ديفينيت ميلتنج رينج ولا ديفينيت ميلتنج بوينت ولا لا؟ اه عنده ديفينيت ميلتنج بوينت. طيب السؤال اللي انا عايز اطرحه عليك ايه؟ تعال نتعمق شويه وندخل في تفاصيل الصوره الداخليه للكريستالين سوليد ده، نشوف بيتكون من ايه وايه اشكال. مش احنا قلنا ان في اشكال متكرره؟ اه ايه الشكل اللي بيعبره عن ايه؟ مركب ولا مكعب ولا مثلث ولا عباره؟ هنعرف دلوقتي مع بعض. بس قبل ما نعرف مع بعض في بعض المسميات الاساسيه محتاجه ان انت تعرفها. انتوا فاهمين فكره الكومباوندات يا دكاتره؟ كومباوند يقول لك انا عندي انا ساكن في كومباوند. عباره عن ايه الكومباوند؟ الكومباوند ده عباره عن ايه؟ تعال نفهم كده مع بعض. يقول لك والله ده عباره عن مجموعه فيلات، فيلا او عماره جنب عماره جنب عماره جنب عماره جنب عماره، صح كده؟ ونقعد نمشي كده نقول لحد ما تلاقي عماره. والمهم العماير دي كلها دكتور بيحوطها من بعض سور، صح كده؟ والسور ده ليه جاردن وليه يعني ليه حارس وبتاع. ده فكره الكومباوند، صح؟ اه ده نفس اللي بيحصل هنا بالظبط. يعني تفتكر في الكومباوند الواحد العماير شبه بعضها ولا مختلفه؟ يعني لو دخلت مدينتي مثلا او رحاب، معظم العماير شبه بعضها؟ لا، معظمهم شبه بعضهم، نفس البناء ونفس الوحده الهندسيه، نفس الفكره. يعني الكومباوند ده ايه الميزه اللي انت ممكن تقول عليها؟ نقول انه مرتب منظم حوالين منه سور، والكومبوننت بتاعته داخليا كلها شبه بعضها تقريبا، كلها فيها نفس نمط التكرار، نفس نمط المعمار في التكرار بالظبط. هو ده اللي احنا عايزينك تعرفه. يعني عايزك تقول ايه يا دكتور؟ ان الكومباوند ده يا دكتور المنظم المرتب اللي فيه شكل بيتكرر ده، العماره الواحده هي اليونت سيل، العماره الواحده هي اليونت سيل. الكومباوند نفسه عندنا احنا في الدنتال ماتيريال ما بنسموش كومباوند بقى، بنسميه ايه؟ كومباوند ده اللي هو ايه يا دكاتره؟ الكومباوند الرحاب ومدينتي ومدينه نور والحاجات دي، هشام طلعت مصطفى، ايه في ايه؟ ربنا يفتح علينا يا رب، حاجه بسيطه يعني. المهم يعني عايزين شقه بس يعني، مش اكتر. المهم يا دكاتره الحمد لله، زي ما انا بديكم مثال من الواقع عشان تفهموا اللي انا عايز اوضحه لكم. احنا هنا عندنا العماير دي قلنا ان هي اليونت سيل اللي بتتكرر، عماره جنب عماره جنب عماره بتعمل الكومباوند، صح؟ الكومباوند اللي بالنسبه لنا بقى اليونت سيل جنب يونت سيل جنب يونت سيل ما بتعملش كومباوند عندنا في الدنتال ماتيريال. بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها الكريستال لاتس. ها ها الكريستال لاتس او السبيس لاتس. ايه السبيس لاتس؟ ده مساحه من الفراغ موجود فيها العماير اللي هي اليونت سيل بتتكرر بشكل دائم، ده معنى السبيس لاتس او الكريستال لاتس. طيب هو هشام طلعت مصطفى عامل الرحاب بس؟ ما هو عامل الرحاب ومدينتي وعامل كمان نور، مدينه نور الجديده دي، يعني في اكتر من كومباوند، كومباوند جنب كومباوند جنب كومباوند. هل الكومباوندات دي كلها ليها نفس النمط؟ هما كلهم فيهم نفس اللمسه الهندسيه بتاعتهم اللي هم الناس اللي بتعمل الحته دي، لكن هل نفس الشكل 100%؟ لا، لكن ليهم نفس التنظيم، هيبقى واحد في يعني كومباوند الرحام منظم، وكومباوند مدينتي منظم، وكومباوند النور منظم، واي كومباوندات تانية منظم، الياسمين ما اعرفش ايه، بغض النظر انا احنا هنا مش بنعمل دعايه لحد يا دكاتره، ما توقفوش عند الاسماء، انا بس مديك فكره. المفروض المدينه تكون منظمه، صح؟ لكن المدن حتى وهي منظمه مش لازم تكون بالضروره شبه بعض، هي دي نفس الفكره. فانا عندي الماتيريال ككل، الماتيريال ككل عباره عن اكتر من كومباوند، الماتيريال ككل عباره عن اكتر من كومباوند. يعني لما نشوف انتاج طلع هشام طلعت مصطفى او طلعت مصطفى جروب ده، هنلاقي كومباوندات جنب بعضها على الخريطه، على الخريطه هتشوف ده غير ده غير ده، بس كلهم منظمين. فيبقى الماتيريال ككل الانتاج الكامل
عباره عن اكتر اللي هو الكريستال اللي هو الكريستال سولد ده المدينه الكل او الكل الكامله يعني الانتاج الكلي او ده في الحاله الطبيعيه او في بالنسبه لنا احنا في الدنتال ماتيريال هنسميها الماتيريال نفسها. الماتيريال نفسها اللي هي الكريستال سوليد دي الماتيريال نفسها بتتكون من اكتر اللي هي المدينه الكامله بتتكون من اكتر من كومباوند اللي هو اسمه الكريستال لاتس او السبيس لاتس دي اللي هو السبيس لاتس او الكريستال لاتس. يبقى عندي حاجه اسمها الكريستال سوليد اللي هي المدينه كلها بكل انتاجات هشام طه مصطفى الثلاثه رحاب مور ومدينتي. طيب لما ندخل جواها جوه الكريستال سوليد هنلاقي ان هي بتتكون من كومباوندات او اللي هي الكريستال لاتس او السبيس لاتس ده الاسم اللي بعده اللي هو الكومباوند الواحد. السبيس لاتس او الكريستال لاتس ده نفسه عباره عن عماير بتتكرر اللي هي اليونت سيل اللي هي يا فندم اليونت سيل بالنسبه لي المرحله الثالثه اللي هي دي اللي هي اليونت سيل. يبقى تاني عشان تفهموا ايه الفرق بين الاسماء الثلاثه. الاسم الاولاني الكريستال سوليد. الكريستال سوليد ده المدينه الكامله بكل ما فيها وهي عباره عن كريستالات كتيره جدا منظمه ومرتبه اللي هي الكريستال سوليد او الكريستال لاتس اللي هي الكومباوندات المنظمه ومرتبه. الكريستال سوليد باجماله لازم يكون منظم ومرتب وهو عباره عن كومباوندات منظمه ومرتبه تختلف مع بعضها اختلافات بسيطه جدا هنعرفها كمان شويه. يبقى اذا كلهم منظمين وكلهم مرتبين وكلهم ليهم نفس النمط او نمط متقارب مع اختلاف بسيط بيخلي دي كريستال ودي كريستال ودي كريستال كومباوند ودي كومباوند كومباوند. طب الكريستال لاتس نفسها او السبيس لاتس نفسه اللي هو الكومباوند نفسه بيتكون من ايه؟ من يونت سيل بتتكرر بشكل مستدام وبشكل مكرر اللي هو الوحده الصغيره خالص خالص تمام اللي هي العماره. طب العماره بتتكون من ايه؟ من شقق صح. طب هنا اليونت سيل بتتكون من ايه؟ الاتوم الذرات. مش الذرات مع بعضها تتجمع وتعمل اليونت سيل؟ اه يبقى نفس الكلام شقه وشقه وشقه تعمل عماره عماره وعماره وعماره تعمل كومباوند 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 يعمل المدينه. العكس المدينه هي الكريستال سوليد بيتكون من كومباوندات اللي هي السبيس لاتس متكون من عماير اللي هي اليونت سيل متكونه من شقق اللي هي الاتوم متكونه من شقق اللي هي الاتوم. اتفقنا كده يا دكاتره؟ خلاص يبقى تعالى بقى نشوف بعد ما فهمنا في الواقع حتى حضرتك شايف اهو بص اليونت سيل دي هي عباره عن ايه؟ جزء من كل يعني جزء من كل الكل ده ايه؟ السبيس لاتس او الكريستال لاتس. في سبيس لاتس واحد كمان زيه واحد كمان زيه واحد كمان زيه السبيس لاتس مع بعضها تعمل الكريستال سوليد الكبير في الاخر في الاخر خالص. اتفقنا كده يا دكاتره؟ طيب فاحنا عايزين نعرف اللي هو الترمينولوجي بقى اللي هو اللي انا ممكن اكتبه في الامتحان. هكتب ايه؟ اكيد مش هكتب عماره وشقه وكومباوند ولا مش هكتب هشام طلعت مصطفى مش هتكلم عن الكلام ده خالص. يقول لحضرتك ايه؟ السوليد بتاعتنا بتتكون من بتكون بشكل عام ريجولار ارينجد يعني بشكل منظم مرتبه وفيها نوع من انواع الريبيشن في ثلاثيه الابعاد في نظام ثلاثي الابعاد اسمه الكريستال لاتس او السبيس لاتس. يبقى ايه الفرق بين الكريستال سوليد والسبيس لاتس؟ الكريستال سوليد دي السوليد نفسها الماتيريال نفسها اللي هي عباره عن اللي فيها الذرات بتكون ريجولار وارينجد وفيها نوع من انواع الريبيشن وفي ثلاثيه الابعاد على نمط اسمه السبيس لاتس او الكريستال لاتس. طب ايه هو السبيس لاتس او الكريستال لاتس؟ ده هو الارينجمنت نفسه الكومباوند نفسه اوف اتوم في 3 دايمنشن بحيث ان هي تاخد بحيث ان الاتومز العماير اللي هي الاتومز جوه هذا الكومباوند دايما ليها نفس النمط واخده نفس البوزيشن. يبقى السبيس لاتس والكريستال لاتس اللي هو الكومباوند العماير اللي فيه اللي انا اسف العماير اللي فيه اللي هي اليونت سيل والشقق اللي فيه اللي هي الاتومز بتاخد نفس البوزيشن بشكل دائم بشكل متكرر يعني نمط متكرر مستدام بشكل عموما يا دكاتره عشان ما حدش يقول لي يا دكتور بس في عماير بتختلف عن بعضها وانا رحت هناك وشفت في عماره لونها احمر وفي عماره لونها اصفر والثانيه كانت البلكونه بتاعتها طلع على الشارع. انا ما الله يكرمك احنا بنتكلم بنقرب امثله من الواقع اللي احنا نفهمه لحاجه احنا مش فاهمينها. بضرب لك مثال بحاجه انت عارفها بحاجه انت مش عارفها عشان تقيس عليه مش هو نفسه مش لازم 100% هو نفسه تمام احنا بنقيس عليه عشان نطلع شاهد. طيب في النهايه دكاتره اللي انت عايز تعرفه هو الكلمه دي. طيب يا دكتور الاتومز بقى في اليونت سيل مترتبط مع بعضها؟ طبعا مترتبط مع بعضها ببوندنج اسمها ايه؟ برايمري بوند عادي. نوع البرايمري بوند دي ايه؟ عادي ممكن تكون ايونيك او كوفيلنت او ميتاليك عادي مش قصتي هي مرتبطه بايه. الفكره هنا بنناقش حاجه مختلفه مش نوع الرابطه لكن طريقه ترتيب الذرات. فممكن تكون اسمها ممكن تكون مرتبطه بكوفيلنت بوند او ايونيك بوند او ميتاليك بوند لكن في النهايه سواء ايونيك او كوفيلنت او ميتاليك هيبقى اسمها ايه؟ اتوميك سوليد ولا هيبقى اسمها موليكولار سوليد؟ هيبقى اسمها اتوميك سوليد طبعا وشرحنا الموضوع ده بالتفصيل خلاص.
طيب يبقى احنا كده يا دكتور عرفنا يعني ايه كريستال سوليد, يعني ايه كريستال لاتس, ويعني ايه يونت سيل, ويعني ايه اتوم, وحده بناء اليونت سيل ده. طيب دي الاشكال المختلفه اللي ممكن تمثل بالنسبه لي اليونت سيل المختلفه, او اللي هو الكريستال اللي هو السبيس لاتس المختلفه, اليونت سيل المختلفه, دي الاشكال المختلفه. طيب عندي اشكال كتيره جدا مش كلهم بالنسبه لي مهمين, لكن المهم قوي 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 بالنسبه لي يا دكاتره هي الحاجات اللي احنا هنشرحها مع بعض دلوقتي. اول حاجه يا دكتور لازم تبقى عارف قبل ما نشرح الاشكال المختلفه ان هم كلهم على الرغم من اشكالهم المختلفه بيتكونوا بنفس الترتيب. يعني انا عباره عن المدينه الكامله الكريستال سوليد بتكون من كومباوندات اللي هو السبيس لاتس, بتكون من عماير اللي هي اليونت سيل. اليونت سيل في اللي هي العماير دي ممكن تكون مربعه, ممكن تكون مستطيله, ممكن تكون مكعبه, ممكن تكون هيكساجونال, ممكن تكون رومبويدال, رومبوهيدرال, ممكن تكون اشكال مختلف. العماره نفسها ممكن تاخد شكل مختلف, لكن طالما انت خدت شكل بيتكرر في كل الكومباوند عادي. فاحنا بس بنأكد على المفاهيم الاساسيه, ايه هي اليونت سيل, ايه هي الكريستال لاتس, ايه هي السبيس لاتس, والكلام الجميل ده كده. واليونت سيل بقى نفسه الشكل نفسه بتاع الوعي العماره بيختلف, عندي اشكال مختلفه كتير لدرجه ان انا عندي تقريبا 14 شكل. تمام, ال 14 شكل دول مش كلهم مهمين بالنسبه لي, تقريبا واحد او اتنين بالنسبه لي هم اللي مهمين عندي في طب الاسنان. الكيوبيك ده مهم بالنسبه لي, والرومبوهيدرال ده مهم بالنسبه لي, وهنعرف ليه. دي الاشكال المختلفه واسمائها, مش عايز حضرتك تقف قدام الاشكال دي كتير, يعني مش هتفيدك قوي, اعرف بس اول واحد واخر واحد وخلصنا. طيب اليونت سيل ده يا دكتور لازم تعرف ان هي مجسم ثلاثي الابعاد. يعني ايه مجسم ثلاثي الابعاد؟ يعني زي ما حضرتك شايف كده المجسم الثلاثي الابعاد ده بيكون ليه ايه؟ بيكون ليه طول وعرض وارتفاع. لو احنا قلنا ان ده مثلا العرض وده الطول هو ده الارتفاع, فلازم الثلاثي الابعاد وبين كل ضلع في زاويه, في هنا زاويه بين ده وده, وفي زاويه بين ده وده, وهنا في زاويه, وهنا في زاويه, يعني في زاويه بين كل واحد والتاني. فانا عندي ثلاث ابعاد ثلاثي الابعاد وثلاث زوايا بين كل بعد والتاني, فيختلف الشكل من الشكل عن طريق طول. يعني احنا عندنا طول وعرض وارتفاع, الاشكال بتختلف مع بعضها عن طريق الاضلاع دي, كام ضلع موجود وبيتساووا مع بعض ولا لا, والزوايا مع بعضهم قد ايه. لكن مش احنا مش هنتوقف اطلاقا عند الكلام ده في الشرح, لكن انا بفهمك ازاي السبيس لات اليونت سيل بتختلف مع بعضها لبعضها. المهم عايزك تعرف حاجه مهمه قوي, احنا هناخد شكلين منهم وهندرسهم بشكل مفصل شويه. الشكل الاولاني بالنسبه لنا يا دكاتره هو الكيوبيك سيستم. الشكل الاولاني يا دكاتره بالنسبه لنا هو الكيوبيك سيستم. ايه هو الكيوبيك سيستم ده يا دكتور؟ المكعب, الشكل المكعب اللي احنا كنا جايبينه من شويه ده. هو المكعب ده يا دكتور ليه كام سطح؟ الاوضه اللي انت حضرتك فيها مكعب, يعني ليك سقف وليك ارضيه وليك حيطه يمين وليك حيطه شمال وليك حيطه قدامك وحيطه وراك. هتقول لي الباب موجود, انا ماليش دعوه, انا بكلمك بقى هتقول لي الحيطه فيها باب, ركز معايا, بكلمك الحيطه, حيطه يمين حيطه شمال وارض وفوق سقف قدامك وراك, ده انت كده في مكعب صح. هو ده المكعب, عظيم عظيم, اسمه الكيوبيك سيستم. طيب المكعب ده عباره عن ايه؟ المفروض الاوضه طولها وارتفاعها وعرضها, لو انا قلت لك اوضه 4 في 4 يعني طولها وعرضها وارتفاعها قد بعض تقريبا صح كده؟ صح, 4 في 4 في 4 يعني. طيب فهو ده الكيوبيك سيستم, مكعب طوله وعرضه وارتفاعه قد بعض, والزوايا كلها 90, كل الزوايا كل ركنه في الاوضه اي زاويه تاخدها المفروض 90. هتقول لي الاوضه بتاعتي مش في ميل في الحيطه وفي وزره ومعرفة. اقول لك ماليش دعوه بقى, احنا بنتكلم في الشكل الطبيعي, فالزوايا هنا من بعضها من بعض 90 والاضلاع كلها متساويه, ده اسمه الكيوبيك سيستم. حلو حلو. الكيوبيك سيستم عندنا موجود بثلاث صور او ثلاث نسخ. النسخه الاولى اسمها السمبل كيوبيك سيستم, النسخه اس سي السمبل كيوبيك سيستم, النسخه الثانيه حاجه اسمها بادي سنترد كيوبيك, ما تستعجلوش, بادي سنترد كيوبيك. والنسخه الثالثه حاجه اسمها الفيس سنترد كيوبيك. هنفهمها دلوقتي مع بعض والدنيا تمام زي الفل, ما تقلقوش لحد دلوقتي حد تاه مني. فقره وات التشيت اللي احنا بنعمله بنقول ان احنا عندنا دكاتره بعد ما خلصنا التايب اوف بوندنج والانتر اتوميك ديستنس بنقول ان احنا بنتكلم عن حاجه اسمها الارينجمنت, الذرات في السوليد بتترتب ازاي. عندي نوعين من الترتيب, اما كريستال سوليد واما امورف السوليد. هناخد الكريستال سوليد. الكريستال سوليد ده هو عباره عن المدينه بيتكون من كومباوندات اللي هي الكريستال لاتس او السويس لاتس, كل واحده فيهم بتتكون من يونت سيل اللي هي العماير, كل واحده فيهم عباره عن اتومز ذرات اللي هي الشعب. هذا هنا كمان اليونت سيل العماره نفسها ممكن تكون على شكل مكعب او على شكل مختلف عن المكعب باشكاله مختلفه. المكعب يعني يا دكتور ده شكل ليه ست اوجه, سقف وارض واربع اسطح جانبيه, وطول وعرض وارتفاع كل واحد فيهم قد بعضه, وزوايا كلها 90, ده منظره. طيب الكيوبيك سيستم عندنا بثلاث نسخ, النسخه الاولى اسمها سيمبل كيوبيك. يعني ايه سيمبل كيوبيك؟ يعني المكعب اللي حضرتك شايفه فوق ده اسمه سيمبل كيوبيك. احنا قلنا ليه كام؟ ليه سقف وارض وثمان واربع اسطح جانبيه صح؟ بيتكون من كام ذره؟ ده السؤال اللي انا عايز اساله حضرتك. بيتكون من كام ذره؟
كام زرقة دكتور؟ هتقول لي والله استنى كده ما انا عشان اعمل مكعب تعالى نرسمه. نرسمهم مع بعض كده دكاتره. بصوا كده ادي واحده وادي الثانيه وادي الثالثه وادي الرابعه صح. بنوصل بينهم بعض ازاي؟ بنقوم موصل ده كده وده كده وده كده وده كده صح كده صح. ونقوم جايين من تحت شويه كمان ونقوم عاملين واحده ونعمل واحده كمان ونقوم عاملين واحده ونقوم عاملين واحده كده ايه جوه شويه. ونقوم منزلين ده كده ينزل هنا كده تحت وده كده ينزل هنا تحت وده كده ينزل هنا تحت وده كده ايه ينقط كده 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 ينزل لتحت صح. ونقوم موصلين ده كده ونوصل ده كده صح كده. والمفروض يعني من جوه يعني اللي جوه ده يعني هيوصل هو كمان. المهم في النهايه انتوا عارفين انه في هنا كمان اتوم كده اللي هي بتمثل الارضيه بتاعه ده كده اللي هو ده كده في ارضيه. وفي حاجه هنا يعني هنا المفروض في بقى هنوصل بينهم بعض من جوه هنا كده 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 لحد هنا كده بس عشان ما نبوظهاش. ونوصل بين ده وده كده برده كده 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 عشان ما نبوظهاش. انت كده انت متخيل مع بعض ان ده هو المكعب بتاعنا اللي هو الشكل الطبيعي. السؤال اللي بيسال نفسه بقى انا عندي كام ذره يا دكتور في المكعب هذا؟ عندي كام ذره لما نيجي نرسمهم؟ هتقول لي والله يا دكتور ادي واحده مش دي اتوم اهي وادي كمان واحده ادي كمان اتوم اهي وادي كمان واحده ادي اربعه فوق اهم يا دكتور صح. دول الاربعه اللي فوق وعندي كمان اربعه تحت وادي كمان واحده وادي كمان واحده وادي كمان واحده وادي كمان واحده صح. دول الثمانيه بتوعي عندي ثمانيه ثمانيه اتوم صح. اقول لك صح ومش صح ازاي صح ومش صح؟ السؤال اللي بيسال نفسه دلوقتي يا دكتور هو مش دي اسمها يونت سيل؟ اه هي اليونت سيل دي لوحدها يعني يعني على سبيل المثال هي اليونت سيل دي مش جنبها يونت سيل هي كمان يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش المفروض بس على سبيل المثال لو انا حبيت ان انا اضرب لك مثال عشان تفهم مش المفروض في كده يونت سيل جنبها هنا كده هنا كده وبنكمل بنفس الطريقه وهنا يونت سيل هنا كده كمان جنبها هنا هنا في الناحيه دي يعني عشان خلينا في ناحيه واحده عشان تفهموا قصدي. مش المفروض في هنا كمان اتنين اتوم كده وكمان هنكمل بنفس الفكره هنا يونت سيل وفي هنا كمان اتنين اتوم كمان؟ اه يا دكتور صح اه صح في فعلا في ده حقيقه فعلا. يعني الاتوم دي مشتركه الاتوم اللي هي الاولانيه دي خلينا نكتب عليها رقم واحد اللي احنا بندرسه رقم واحد مشتركه ما بين اليونت سيل دي واليونت سيل اللي جنبها صح. طب يا دكتور مش في يونت سيل وراها؟ يعني ايه مش في يونت سيل وراها؟ مش في واحده هنا كده بترجع لورا واحده كده بترجع لورا؟ اه يا دكتور مش اهو كمان واحد هنا كمان واحد هنا كمان ايوه يا دكتور ماشي وبعدين؟ طيب حلو. ومش في يونت سيل هنا كمان جنبها هنا؟ اه يا دكتور يعني ايه؟ يعني دي كمان بتترسم هنا كده ودي بترسم هنا كده ودي بترسم هنا؟ اه طب وبعدين؟ يعني عايز اقول لك انه رقم واحد اللي احنا قلنا عليها واحد دي اللي هي رقم واحد دي اللي هي الاتوم اللي عاملين لها باللون الاحمر دي اللي هي المميزه خالص دي هي كده مشتركه بين كام يونت سيل يا دكتور في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ مشتركه بين اربعه اللي هي موجود فيه اول واحد رسمناه واللي جنبه واللي وراه واللي جنبه اربعه اهو صح؟ صح. طيب مش دول الاربعه اللي هي موجوده في السقف صح؟ طب ما هي وهي موجوده في السقف ما هي ارضيه اللي فوقيها يعني مش اليونت سيل دي في فوقيها يونت سيل كمان ووراها يونت سيل كمان وجنبها يونت سيل كمان. يعني انت عايز تقول ايه يا دكتور؟ يعني عشان تفهم وعشان تستوعب بكل بساطه وبكل سهوله تعال نضرب مع بعض المثال. الاوضه اللي انت قاعد فيها الاوضه اللي انت قاعد فيها بص على الزاويه اعلى اعلى السقف بتاعك الزاويه مش سقف الاوضه الزاويه بتاعت الاوضه بتاعتك الزاويه بتاعت الاوضه بتاعتك دي لو نفترض ان اوضتك دي جنبها اوضه وجنبها من ناحيه دي اوضه انت اوضه في وسط فندق مش بيت مليان اوض وبكلمك عن الزاويه بتاعت الاوضه بتاعتك دي الزاويه الزاويه دي مشتركه بينك وبين كام اوضه؟ تخيل كده عد كده معايا واللي بيني وبين الاوضه اللي جنبي لا مش بس الاوضه اللي جنبك بين اللي جنبي واللي ورايا انا واقف انا الاوضه بتاعتي ايه في ورايا او قدامي عادي خلينا نتكلم عن اللي قدامي مشتركه بيني وبين اللي قدامي انا هنا مش بكلمك عن الجدار ولا عن السقف ولا عن الحيطه ولا عن الحد الفاصل بين حيطتين بكلمك عن زاويه نقطه معينه اللي هي نقطه التقاء لو بصيت للسقف والجدار اللي يمينك والجدار اللي قدامك في نقطه مجمعه الثلاث جدران دي مع بعض هي الزاويه بكلمك عليها الزاويه دي اللي انا بص عليها دلوقتي دي مشتركه بينك وبين مين الزاويه دي مشتركه بيني وبين المنطقه دي ككل مشتركه بينك وبين مشتركه في الاوضه بتاعتي وفي الاوضه اللي قدامي يعني لو تخيلنا ان في هنا اتوم كبيره قوي 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 ماليه المكان هتبقى مشتركه بينك وبين مين؟ حته منها بتبقى باصه عندك وحته منها باصه في الاوضه اللي قدامك وحته منها باصه في الاوضه اللي جنبك يمين على طول وحته منها باصه مش احنا قلنا مشتركه في اللي قدامك جنب اللي قدامك يعني في الاوضه اللي بتاعتي واللي قدامي وجنبي وجنب اللي قدامي الاربع اوض اللي جنب بعض دول الاتوم الكبيره اللي موجوده في الزاويه دي لمساهم موجوده فيهم هم الكل ومش بس عندك احنا قلنا ان هي في الزاويه بتاع السقف بتاعك طب ما السقف بتاعك ارضيه اللي فوقك السقف بتاعك ارضيه اللي فوقك وارضيتك انت سقف اللي تحتك بص على الارضيه بتاعتك مشتركه في الاوضه بتاعتك ومشتركه في الاوضه اللي قدامك ومشتركه في الاوضه اللي جنبك
مشتركه في اوضه جنب اللي قدامك، الاربعه هم في نفس الليفل. طب ما هي جزء منها نازل لتحت في الاربعه اللي تحت، برضو اللي تحتك واللي قدام اللي تحتك وتحت اللي قدامك وتحت اللي جنبك يمين وتحت جنب اللي قدامك. شايف انت اللفه دي اللي هو بتاع اللي هو جوز بنت ابن عمه مرات ابويا، يعني اللي هو انت اللي هو مين ده يعني المهم انتوا فهمتوا ان الزاويه دي سواء كان تحت او فوق، الاتوم اللي احنا بنتكلم فيها دي مشتركه ما بين 8 يونت سيل. نرجع للداتا بتاعتنا يا دكاتره، مشتركه بين 8 يونت سيل. فين ال 8 يونت سيل ده يا دكتور؟ تعالى نرسمهم مع بعض، تعالى نرسمهم مع بعض. دي واحده اهي وقدامها وجنبها يمين، وهنا الاربعه دول مع بعض، وهم دول الاربعه دول في ليفل واحد، في اربعه تانيين فوقيهم. طب واللي تحت دي مشتركه في دي، واللي قدامها واللي وراها واللي جنبها هنا واللي جنبها الناحيه التانيه، وهي هنا سطح اللي فوقها وفي اربعه كمان تحتهم. فتلاقي ان الوحده ده، شايف الوحده دي مشتركه في 8، الوحده السوداء اللي احنا معلمينها دي مشتركه في 8. فيقول لك انت من شويه سالتك سؤال، قلت لك كم عدد الاتوم اللي موجوده في السيمبل كيوبك سيستم؟ قلت لي 8. قلت لك لا، هو كلمه صح ومش صح. قلت لك رغم انهم 8 ذرات، بس كل ذره من الثمان ذرات بتشارك في 8 يونت سيل تانيين، كان عندك شقه داخله في 8 عماير. طبعا ده مستحيل في ارض الواقع، لكن بفهمك. فهي كانها داخله بتمنها بس في الاتوم في اليونت سيل الواحد، يعني كان كل واحده من دول داخله بتمنها بس. طب هم كام؟ 8. 8 في 8 يدي كام يا دكتور؟ يدي واحد. يعني سعه اليونت سيل الواحده، اليونت سيل دي كان موجود فيها اتوم واحده بس في السيمبل كيوبك سيستم، كان فيها اتوم واحده بس في السيمبل كيوبك سيستم. فهمتوا يا دكاتره؟ اه فهمنا ان شاء الله. يبقى تاني تعالوا نقرا الكلام ده مع بعض. يقول لحضرتك ايه؟ بص كده مع بعض، يقول لك ذس ستراكشر، ذس هنا متعود على مين؟ على السيمبل كيوبك سيستم. الثيوريتيكال، ثيوريتيكال يعني ايه؟ نظري. فور بيور ميتالز يعني ايه ثيوريتيكال؟ يعني احنا بنشرحه لك عشان تفهم، لكن في ارض الواقع اصلا الذرات اصلا الميتال ما بتستخدمش السيمبل كيوبك سيستم. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ بالراحه علينا. مش انا من شويه قلت لك انه كل ما يعني انا عندي شويه فاكتور بتتحكم في عدد الذرات او بتتحكم في ستراكشر اوف ماتر، وكان من ضمنهم حاجه اسمها الاتوميك باكينج فاكتور، صح؟ قلت لك ان ده عدد ذرات في اليونت سيل الواحده لما شرحت لك من زمان. اتوميك باكينج فاكتور يعني ايه يا دكتور؟ يعني قلت لك حتى الكثافه السكانيه، قلت لك المنصوره وعدد السكان في المدينه الواحده، والمدينه ما بيحصلهاش اكسبانشن، ما بتتمددش، لكن السكان اللي بيزيدوا. فانا هنا بقيس اليونت سيل الواحده فيها كام ذره. طب بالنسبه لي انا الميتالز السوليد عايز يبقى ذرات كتير في الميتال ولا ذرات قليل؟ لا طبعا عايز ذرات كتير. كل ما الذرات تبقى كتير في اليونت سيل الواحده، كل ما ده معنى ده ينعكس على ان الماتيريال دي مليانه ذرات فيها اتومز كتير، فده ينعكس على قوتها وصلابتها والاستابيليتي بتاعتها، الهاردنس السترينث والدنسيتي بتاعتها، يعني هتبقى مواصفاتها جميله جدا جدا بالنسبه لي. فكل ما يبقى عدد الذرات اللي موجوده في اليونت سيل الواحده كتير، كل ما يبقى صفاتها وخصائصها افضل. عدد الذرات ده بالنسبه لنا بنسميه اتوميك باكينج فاكتور، اللي هو معدل التعبئه، التعبئه بتاعت اليونت سيل نفسها. فنقول لحضرتك ده ثيوريتيكال بيور ميتال. يعني ايه ثيوريتيكال؟ يعني نظريا احنا شرحناه لك عشان تفهمه، لكن اكشوالي لما يجي الميتال، لما تيجي تبص على الجولد، لما تبص على السيلفر، لما تبص على كده، ما بتلاقيش حاجه اسمها موجود فيها سيمبل كيوبك سيستم خالص. ليه؟ لانه ده بقول لك ده ذرات واقفه بعيد خالص عن بعضها، وكل ذره مشتركه في 8، ويعتبر سعه الاتوميك باك اليونت سيل الواحده ذره واحده، ده حاجه كده مرهرطه، يعني حاجه الاتومز فيها بعيده خالص بالنسبه لنا، او عدد الذرات قليل قوي. فلا احنا عايزين حاجه الميتا لازم تكون صلبه قويه، فما تستخدمش ده. امال تستخدم ايه؟ تستخدم حاجه تانية اسمها البادي سنتر دي كيوبك والفيس سنتر دي كيوبك. شايف هنا في كام اتوم يا دكتور؟ فيها 1 اتوم، 1 ميتال اتوم بير يونت سيل. وفهمنا ده معناها ايه يا دكتور؟ فهمناها خلاص معناها ايه؟ طيب ولذلك بنقول لك ان ده النموذج ده السيمبل كيوبك سيستم لا يتم استخدامه من خلال الميتال، ولكن بيستخدموا حاجه ثانيه اسمها البادي سنتر دي كيوبك او الفيس سنتر دي كيوبك. ايه بقى البادي سنتر دي كيوبك في السنتر كيوبك؟ قال لك احنا لما لقوا السيمبل كيوبك سيستم ده على هوطه خالص وعلى الله حكايته، اللي هو 8 ذرات وكل واحده مشاركه في 8، فيبقى سعه اليونت سيل واحده بس. انا عندي 8، هم 8 فعلا، بس كل واحده هم 8 فعلا، بس كل واحده مش موجوده في تامن، مش كل واحده مش موجوده في تامن طاقتها، او مش موجوده بكامل وجودها. يعني هي مشتركه، يعني هي بتقدم لليونت سيل واحده تمن منها بس، تمن يعني كانها كبيره خالص خالص، وبتقسم نفسها 8 اجزاء، وبتدي كل يونت سيل تمن. فهنا تمن وهنا تمن وهنا تمن، 8 تتنان بواحد، 8 تتنان بواحد. فقال لك طب احنا عايزين نزود الرقم ده، نعمل ايه؟ قال لك احشيه. عارف لما تجيب بقى بتاع بسبوسه وتحشيها مكسرات؟ احشيه. طب نحشيه ازاي؟ قال لك جيب اتوم وحطها جواه، فيسموه
بادي سنترد كيوبيك. يعني كلمه بادي سنترد كيوبيك يعني كيوبيك بالسمبل كيوبيك العادي حشيناه حطينا جواه جوه البادي بتاعه جوه اليونت سيل اتوم واحد. يبقى ده فيه كام اتوم يا جماعه؟ هتقول لي 8 1 9. اقول لك لا غلط، ما قلنا ان الثمانيه دول بيشاركوا بتمن، يبقى دول كانهم واحد زائد واحد يبقى يساوي 2. يبقى ده 8 في 8 زائد 1 يساوي 2. يبقى ده فيه 2 اتوم. يبقى ده عدد الاتوم اللي موجوده في اليونت سيل الواحده زاد ولا اقل؟ زاد طبعا. ده احسن من السمبل كيوبيك ولا اوحش؟ لا احسن طبعا. ليه؟ لانه ده لما ينعكس على الميتال هينعكس بان في ذرات اكتر، ففي دينستي اعلى، في هاردنس اعلى، في سترينس اعلى، وفي استابيليتي اعلى. طيب الاحسن واحسن بقى يا دكاتره حاجه اسمها فيس سنتر دي كيوبيك اللي انتوا شايفين قدامكم ده. النموذج ده اسمه الفيس سنتر دي كيوبيك بالمناسبه، يعني ده فيس سنتر دي كيوبيك. ايه اللي حصل؟ جم على عشان تفهموا بس، جم على السمبل كيوبيك سيستم العادي مره حطوا فيه ذره جواه في وسطه في وسط الاوضه، الاوضه بتاعتها اهي سمبل كيوبيك سيستم، جبنا ذره حطيناها في وسط الاوضه بقى اسمها بادي سنتر دي كيوبيك. بعد شويه لقينا الوضع ده مش عاجبنا، قمنا واخدين الذره اللي حطيناها في وسط الاوضه دي مطلعينها بره خالص. وبعدين جينا على كل سطح من الاسطح السته، السقف والارضيه والاربع حيطان، حطينا ذره في قلب السطح، في نص السطح، في نص السطح. لذلك بنسميه فيس سنتر دي كيوبيك. فيس يعني السطح، فيس سنتر دي كيوبيك. طب وبعدين؟ يقول لك ده احسن بكتير جدا، احسن نموذج فيهم هم الثلاثه. ليه؟ لان الذرات اللي موجوده في الزوايا قلنا ان هي بتشارك في 8 يونت سيل، بتشارك بتمنها بس. لكن الذره اللي بتبقى في نص السطح، يعني انا جيت على الحيطه اللي قدامي قمت حاطط فيها ذره، في الحيطه اللي قدامي قمت حاطط فيها ذره في نصها، الذره دي مشتركه بين مين ومين؟ بيني وبين الاوضه اللي جنبي، اللي جنب الاوضه اللي جنبي عندي، بيني وبين الاوضه اللي جنبي هنا لا، بيني وبين اللي تحتي لا، بيني وبين اللي فوقي لا، مشتركه بيني وبين اللي قدامي فقط، مشتركه بيني وبين اللي قدامي فقط. طب في السطح اللي جنبي حطيت فيه اتوم، مشتركه بيني وبين اللي جنبي فقط، والسطح اللي جنبي حطيت فيه اتوم، مشتركه بيني وبين اللي جنبي فقط، الارضيه حطيت فيها قلبها في نصها اتوم، مشتركه بيني وبين اللي تحتي فقط، والسقف حطيت فيه اتوم في قلب في نصه كده مشتركه بيني وبين اللي فوقي فقط. فيبقى انا زودت 8 زائد 8 صح كده، خلونا 8 انا اسف 8 ضرب 8 اللي هو الثمان زوايا بيشاركوا في 8 يونت سيل، زائد 6 في كام المره دي؟ في نص، مش بيشارك في 2 بس، في نص. 8 في 8 ب 1 و6 في نص ب 3، يبقى 1 زائد 3 يساوي 4. يبقى يا دكاتره عدد الاتومز اللي موجودين في الفيس سنتر دي كيوبيك كام يا دكتور؟ 4. ازاي يا دكتور؟ اهو بص كده على المنظر ده، لما حضرتك تيجي تبص كده شايف كده يا دكتور؟ اه. ايه الفرق يا دكتور بين الاتوم دي اللي في الزاويه وبين الاتوم اللي في نص السطح؟ الاتوم اللي في الزاويه بتشترك مع اللي جنبي ومن اللي قدامه واللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي هنا وكمان الاربعه اللي فوقيه. طب ده بيشارك بس مع اللي فوقي واللي تحت، انا واللي فوقي. طب لو في الارض انا واللي تحتي، طب لو في الجنب انا واللي جنبي. فاهمين كده يا دكاتره؟ فاهمين ان شاء الله. فده هو الفيس سنتر دي كيوبيك بالمناسبه. طيب السؤال الاهم، مين اكتر واحد فيهم عنده ذرات في اليونت سيل الواحده؟ مين في نفس اليونت سيل؟ طبعا الفيس سنتر دي كيوبيك. مين اكتر واحد فيهم الميتالز تحبه اكتر من غيره وتحب تكريستلاين فيه، يعني تترتب عليه تاخد نفس الهيئه والتنظيم بتاعه ده؟ ولذلك عندك هنا جيف ريزون جميل جدا جدا، مهم قوي انك تعرفه. ايه هو؟ يقول لحضرتك ايه؟ يقول لك بسبب ان ده عنده اكبر عدد من الاتومز 4، يقول لك ذا فيس سنتر دي كيوبيك سيستم از مور كومون امونج الميتالز. يعني ايه مور كومون؟ يعني هو الاكثر شيوعا والاكثر استخداما للميتالز زي الجولد والسيلفر والكبر والبلاتينم. يجي لك سؤال شورت نوت، جيف ريزون يا دكتور، ليه الجولد ليه السيلفر ليه الكبر بياخد فيس سنتر دي كيوبيك؟ تقول لي مش ما خدتهاش، مش عندي في المنهج. اقول لك لا عندك في المنهج، مش احنا اتفقنا بسبب ان الفيس سنتر دي كيوبيك عنده الهايست نمبر اوف اتومز والهايست نمبر اوف اتوميك باكينج فاكتور، وبالتالي بينعكس ده على البروبرتي بتاعت الماتيريال في صوره هاي هاردنس هاي سترينث هاي هاردنس وسترينث واللهم صل على سيدنا محمد هاي ستابيليتي. اتفقنا كده؟ اه. يبقى ده دكاتره مفهوم البادي سنتر كيوبيك والسمبل السمبل كيوبيك سيستم والبادي سنتر كيوبيك والفيس سنتر كيوبيك، ودي الفروقات بينهم هم الثلاثه عشان تفهمهم. ده السمبل كيوبيك سيستم، البادي سنتر كيوبيك في واحده صفرة كده في النص، وهنا الفيس سنتر كيوبيك في 6 ذرات على الاسطح المختلفه في قلب الاسطح المختلفه. تمام تمام، احنا كده خلصنا السمبل كيوبيك سيستم.